فتحي انا عايز اشوف الشقه. شقه؟ شقتي انا؟ ما شقه خالتي. لا شقه خالتك اكيد في السويسيا في بورسعيد على حد ما اعلم يعني. انا طبعا قصدي شقتك انت. بص بنتي مش هتخش على عفش قديم ترميه توزعه، مش مشكلتي. انا هنزل انا وهي بعد ما نشوف الشقه وننقي عفش كده عرايسي. ماشي والله كتر خيرك يا طنط، انا مش عارف انت ليه مكلفه نفسك كده. لا احنا هننقي العفش ونجيبه وانت اللي هتدفع. انا اجيب حضرتك تجيبي، المهم ان تجيب واحد صدقيني يعني مش هتفرق معانا. بس انا الزماره اللخماني. ايه ده ايه ده ايه ده ايه يا سناء، انت ما لبستيش لسه؟ الماتش بقى عليه نص ساعه. لا ما انا مش هلعب النهارده. ايه ده انتوا هتلعبوا؟ لا احنا هنروح نتفرج على ماتش الاهلي والسكه في نادي السكه. على فكره انا اسمع ان استاد نادي السكه مكيف، حتى بالاماره اللعيبه بيبقوا لابسين شورتات ومش بردانين، تلاقيهم متقلين من فوق. انا مش خارجه يعني مش خارجه. ليه كده يا سناء؟ ابوس ايديكي ابوس ايديكي، ما تحطمنيش، انا محتاج لك. انا طول عمري بروح الاستاد وبقعد هناك، انا بشاور بالعلم، وماما قبل ما تقيا كان بتزمر او العكس، وبعد ما عيت ما لقيتش حد يزمر وحد يمسك العلم معايا، انا بقعد ازمر وبشاور بالعلم الاتنين مع بعض. بابا ماما انا مش خارجه معاك يعني مش خارجه معاك. امال مين اللي هيزمر؟ السلام عليكم. كويس انك انت جيت يا استاذ عادل. يرضيك يرضيك ان سناء مش عايزه تخرج معايا؟ طبعا يرضيني، برافو عليك يا سناء. شوف يا ابني بنت الناس لازم تستاذن الاول قبل ما تخرج، برافو عليك. لا ما فيش مشاكل يا سناء، خرج معايا. حاضر يا ابي. طب اتعلم بقى يا. وعلى كده عشان ما تتضايقش حضرتك، تحب نرجع الساعه كام؟ بص يا سناء انا مديكي كارت بلانش ترجع زي ما انت عايزه. طب امسح مناخيرك. ضحكت عليك، مفيش اي حاجه في مناخيرك تمسحها. عارف لو عملت كده تاني مش هخليها تخرج معاك. انا بقول لك اهو. اخرج معاه ازاي؟ افرض حصلت مشكله، حصلت خناقه، اعمل ايه وانا ست بطولي؟ بطولك ازاي بس يا سناء؟ ايه المشكله اللي ممكن تحصل يعني؟ وبعدين لو حصلت مشكله انت مش معاك الراجل ليه؟ هو في حد تاني خارج معانا ولا ايه؟ لعلمك ده عايز اخدني معاك عشان لو حصلت مشكله ادافع عنه. لا انا ما بخافش من اي حد يعني، سريع جدا. وبعدين هي مره واحده بس اللي اتسرق مني فيها البنطلون. وعايز نخرج معاه وكمان في الاستاد؟ ده بيقول لك اتسرق منه البنطلون. وايه المشكله يعني؟ ما تلبسيش انت بنطلون وخلاص. كويس قوي يا فتحي ان انت صرحتنا بحكايه البنطلون دي. البنطلون بس يا جماعه، مفيش خروج قبل ما تشربوا العصير اللي انا جايباه. ايوه محدش يمد ايده على العصير، انا بقول لك اهو، لان دي مش هتبقى خروجتكم، هتبقى خارجتكم. انا رايي ان انتوا تاخدوا العصير ده تدوه للفريق المنافس بتاعكم. عادل مش هخرج معايا يعني مش هخرج معايا عادل.